وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فيهم على صفين بالطرفك يروا الأولى فوق القناة مصاحف تقى من رفعت مكانها والقاطعين أراكة كي لا تقيلوا بظل أوراق لها وغصونية ومجمع حطب البيت لم يجتمع
كربلاء ذيك الأيام وذيك المجالس، وكان إلى ذاك المجلس بباب الحسين باب القبلة، يضرب من باب الصحن إلى مقهى الصراف إلى جهة المخيم إلى جهة أبي الفضل العباس، آلاف مؤلفة ذاك الاجتماع العظيم. أنا أقول له وهو همي يقول لي هاي المجالس تدري ياهو اللي يعمرها هالجماعة المؤمنين اللي يجون من الأحساء ومن القطيف، لأن ذولا أهل ونة وأهل حنة. بعد أكو شيء آخر، الله شنت أقرأ ذاك جمهور من النساء خصوصا لما أو نون على زينب أو على الحسين أو نحبة ذيك المرأة العراقية ذيك النحبة، الله من تنحب والله تقطع القلب، تشوفها أنا من الأعماق تنحب على الحسين. وإذا المجلس يصير لفد رونق، شوف أخواني أريد السور رونق لذكر الزهرة هالليلة كلكم، وأنتم بعد نفرح بيكم بالأخص أنتم أهل القطيف والأحساء والبحرين والكويت والخليج الأمارات، فالله يحفظكم إن شاء الله. وبعدين أنتم يا العراقيين يا أبوي الله يكون بعونكم، وأطلب من الله بالزهرة أن يكتب الأمان لهذا الشعب ويخلصه من جميع البلوى إن شاء الله. فبالزهرة إخواني شوف هالونة هالحنة هاي تقربك بلا روتين إلى الله، دعائك يكون مستجاب. هسه فرد واحد يحشيل بحضرة زينب، شايف فرد واحد من أصحابه بالكوفة كان يحضر المجالس الحسينية ويئن على الحسين ويوزع ما يمن هالقبيل، يقول أنا شفت يا سيد بالرؤية قبل يومين، هو متوفي من زمان. قلت له ها أبو عبد الزيد شلونك؟ قال أنا بخير. قلت له شلون؟ قال الحسين وظفني. قلت له شنطك وظيفة؟ قال خلاني أنا أراقب مآتم الحسين في دار الدنيا. شلون وظيفة؟ يعني هذا الرجال حي دنيا وآخرة، مقابل يوزع ماي لو يقدم خدمة لو يصلوت له من هالقبيل. أو هذا الشايف السيد المرجردي رحمة الله عليه بالرؤية، يقول أشوف جماعة والحسين بالرؤية، قصة سامات تذكر أخاف روح وقتنا. هذا السيد عبد الحسين عالم، مرجع سيد حسين البرجردي، عالم من العلماء الربانيين رحمة الله عليه. هذا لما يخلص الدرس يقرأ تعزية، يقولوا له هاي أول مرة بتاريخ المراجع عالم يصعد المنبر ويقرأ تعزية، لأن اجت فد نغمة ببعض الأوقات ببعض المكانات اللي يقرأ تعزية يعيبون عليه بالحوزة، صور أنه هذا يقرأ تعزية قاري، صور حبيب. بينما هو هذا لسان الأمة ولسان العلماء ولسان الدين، هو هذا الخطيب العظيم كما كان الشيخ الوائلي رحمة الله عليه وغيره من الخطباء الذين هم نفعوا الأمة ونسقوا القلوب ووجهوا الناس. على كل حال قالهم أنا رأيت رؤيا كأن القيامة قائمة، وهناك المحشر وحساب العلماء وأهل الدين على الإمام الصادق. يقول أنظر وإذا أشوف فرد جمهور والحسين واقف ووجهه كالشمس الطالعة.
شوفها الناس هاي تصعد. يقول أنا إجيت اتفاقا، إجا واحد قال للحسين سيدي وأنا أصعد وياهم، قال له أنت شن تسوي بدار الدنيا للحسين؟ قال له أنا أتابع المجالس أسوي صلوات على محمد وآل محمد. فابتسم الحسين وقال له تفضل تفضل. وإذا به يدخل إلى الجنة مقابل يحضر مأتم الحسين ويتابع المجالس ويسو صلوات سور حبيبي. فهاي مولاي أثر المجالس وهذا الحضور هنا وهاي المجالس هي اللي حفظت لنا الدين. أكو كلمة للإمام الخميني رحمة الله عليه، هذا السيد العظيم الجليل يقول إن مآتم الحسين والبكاء على الحسين وتعظيم شعار الحسين وزيارة الحسين وهاي المجالس هي التي حفظت لنا الإسلام طوال 14 قرن، وسيبقى ذكر الحسين هو السور المحيط بهذا الدين والمحافظ على كيانه إلى أن تقوم الساعة. مآتم هذا البكاء هذا المجلس، ويجب تكون القراية قراية مآتم مو قاعة سوار حط لك اسكمليات وكذا عرفت أو عوزك أشياء ما أدري أقول وتعني سبع مطران. مآتم كون قابع بالسواد كل رثاء على الحسين عليه السلام. فالشاهد أريد أقرأ على الزهرة وهالليلة ختام المجلس بهذا المكان، وأسأل من الله أن يختم لنا ولكم بحسن العاقبة، كما ونطلب من الله أن يوفق الأخوة الساعين في هذه الخدمة، ونطلب التوفيق للسيد الفهري والشفاء والعافية والصحة إن شاء الله وطول العمر. وأنا في الحقيقة أخواني أخلاقي تدعوني، أنا لما أدعو لهذا وذاك ما عندي مداهنة ولا تملق ولا عندي شغل ويا واحد، أنا مع الله جد الحسين، بس أنا أحترم الناس وأحترم المؤمنين، أحترم الخطيب الحسيني وأحترم العالم وأحترم الإنسان اللي يسوي قراية. أنا في نظري في اعتقادي حسب أخبار عندي، يعني مو قوترة، أنا عندي أخبار عن الأئمة، هذا اللي يسوي قراية ببيته ويفتح الباب هذا ثوابه أكثر من الخطيب اللي يقرأ على الحسين، لأنه هو اللي هيئ وهو اللي يسوى. أخو الخطيب مو روح يقعد بالشارع يقرأ، غير واحد هيئ له وبذل هنيئا إليه. حبيبي حدثني أحد العلماء ألفت نظر المؤمنين اللي يسوون قراية على الحسين، ولا سيما الشخصيات المحترمة ولا سيما الأثرياء والزناقين واللي الله منعم عليهم لما يسووا قراية سور حبيبي تشوفه بذول في بعض الأمور، لكن في قضية الحسين شوية لازم يده بخيل، بخيل على الخطيب، بخيل على الخدمة، بخيل بخيل سور حبيبي. أنا حدثني أحد العلماء من الفضلاء في النجف الأشرف في سفر سنة رحت إلى كربلاء وإلى النجف وقريت يوم واحد في صحن الإمام علي سلام الله عليه، وقريت 3 أيام بين الحسين والعباس باب السدرة، ختمت المجلس ليلة 40. فهذا يحدثني يقول لي السيد صالح الحلي رحمة الله عليه، سيد صالح الحلي يقرأ عند واحد ثري من الأثرياء في بغداد، يقول كل مرة كل سنة يقرأ له، ذيك السنة دعا قال له ما أقرأ لك يا معود، ليش مجلسنا الناس ما تجتمع إلا تحت منبرك؟ قال له أبدا ما أقرأ. فهذا إجا وين الرجل التاجر إلى سيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه بزمانه، كان عالم مرجع، قال له هاي القضية، هو يقلد السيد، فأرسل عليه قال له سيد صالح ليش ما تقرأ الشيخ لفلان؟ قال له مولاي اسمح لي، قال له أنا أمرك أن تقرأ عنده، أنا أمرك أنا مقلدك أقول لك أقرأ له، قال له أنت تأمرني؟ قال له إيه؟ قال له تأمرني أقرأ؟ قال له نعم، قال له الحسين يأمرني أن لا أقرأ له، الحسين يقول لي لا تقرأ لهذا خلي يولي عجيب. قال له الحسين ايش يقول لك؟ قال له بل قال له الحسين يقول لي لا تقرأ له خلي يروح وانت تقول لي اقرأ له. قال له عجيب غريب شنو الموضوع؟ ما سألت الحسين؟ قال سألته
فقال لي إنه جواد بكل الأمور إلا فيما يتعلق بخدمة الحسين كان بخيلا فلا خير فيه. حقيقة هكذا أنا شفت أحد الأثرياء الطيبين الخيرين في بعض المناطق اقتريت لخمس ليالي، والله شكو فراش محترم في بيته طلعه، حتى أذكر واحد همس بإذنه قال له فلان، قال له نعم، أنا كنت يعني أسمع هاي الهمسة لأن يمه والصوت يعني يجيني، وبعدين سألته وهم قال لي، قال له فلان أنت هاي زوالي هالمحترمة، هذول يجون ناس عوام حفاي بعضهم كذا يخربطونه، قال له والله هذا شو من يجي فلان وفلان الكبير مطلع إليه، يعني بس للحسين أنا عندي قدم هذول الحفاي الموالين يشون ألف كذا اسم سمع صور حبيبي. فهذا للحسين سلام الله يعني، شكو استكان ممتاز، شكو أواني ممتازة، شكو خدمة ممتازة أرمولانا، هذا هو طلعها إلى الحسين سلام الله عليه. ثاني يوم يتلقاني ويتلقاني من أجي، سيد سيد، قلت له خير؟ قال شوف الحسين شي يقول لي، قلت له شون؟ قال رأيت الحسين لمحة، قال لي فلان أنا هواية أشكرك لأنك أنت انطيت كل شيء للحسين، اطلب إن شاء الله الحسين يعطيك كل شيء. صح حبيبي، بالك تبخل تتقطع بالحفر بس تحك بذلك، اذلل اخلص لمن تخدمه، فالمخدوم اخلص لك بدمه. اكرم اكرم خادم الحسين، واكرم اللي يخدمون عندك للحسين، واكرم العامل اللي عندك، وطلع احسن الفراش وتبهذل ويعني وكل شيء. صح حبيبي، حافي خصوصا عاشوراء ها للحسين عليه السلام، مو متقل لك كبرياء وجبروت او كاشخ وسمحتك تفر بيها وقاعد وحاط رجل على رجل، لا. صار حبيبي، انا احد الاخوة المكرمين المحترمين من الناس اللي الله منعم عليهم دعاني انا اقرأ له، قلت له والله انا تسمح لي؟ قال ليش؟ قلت له ما اقدر اقرأ. لح علي، قلت له بشر. قال شنو؟ قلت له ما تقعد على كرسي ولا تحط لك سبحة صفرة وتفر بيها أو تقعد بالباب. قال والله أنا قريت الشيخ الوائلي ما اشترط علي هذا الشرط. قلت له أنا وأنسأل، قلت له الوائلي في مقام أرض مولانا، وأنا اللي يعني الوائلي لما يجون هالجماعات اللي عرفتون الشخصيات والكذا وشي، أنا رجال لا أسمو إلى نعم إلى قمة الوائل وكذا وشيء، فأنا رباعي هالناس هاي الفقرة الحفاة يجون لما يشوفوا الراعي القراية كل كبرياء وجبروت، بعد ما حد يجينا ونظل بس أنا وياك. صار حبيبي، قال والله يمكن هاي صحيح. على كل حال صدق وافق، والله قام يقعد بالباب. تدري شو يقول لي؟ يقول لي سيد أنا مشعرت بلذة في إقامة عزاء للحسين مثل هذا المجلس الذي أقمته، لأنني تركت الكرسي والحشايات اللي قلت لي وقاعد على الباب وأستقبل اللي يروح واللي يرجع. فلازم الإنسان يكون بخضوع وبتواضع وبأخلاق يخدم سيد الشهداء. فقصدي أنتم ذول القاعدين كلكم شيعة الزهرة، وأنا أدري كلكم عندكم حوائج أو جايين وافدين على زينب، تدرون شنو مصداق وفودكم من أقول آه آه على زينب على الحسين على الزهرة؟ كلكم ترددون وياي وبلا تردد، ولا ياخذك نوع من اللي ما هذا شو اقول. على كل حال اهنا اي والله قبعات بالمصيبه خلاف ابو بالمصيبة خلاف أبوها ومن البج أصحاب ابناء والله تحل ودارها وبيها حصارة تحل ودارها وبيها حصارة لما بطلع
طق الظلا لمن طق الظلا لمن طق الظلا منها وتاه خلي الشيل تطلع برا. عجيب، لا اله الا الله. فاطمه انتم منين اجيتوا ووين انتم؟ لا اله الا الله. تقل ابويا ابويا قايله وقاله وتول طول اللي قاله وتول طول اللي يا عيل واحنا بصات نسمع بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فاطمة يا ثغرا تحلى بالعفاف فطاب رضاه. كلمة أدبية لسليمان كالتاني. أتذكر في السبعينات مكتبة العلمين بإدارة السيد حسين بحر العلوم رحمة الله عليه في النجف الأشرف، أعلنوا من أن كل من يكتب عن الزهراء بشكل فريد له جائزة الفلانية، جائزة الأولى يعني كبيرة، وهكذا عددوا جوائز وكتبوا الكتاب مسلمين وغير مسلمين. فالذي نال قصب السر ونال الجائزة الأولى بكتابته عن الزهراء هو سليمان كالتالي. يخاطب الزهراء من كلامه، يقولها
فاطمة يا ثغرا. ترى كل كلمة لها معنى عظيم وعميق ودقيق حقيقة ويريد له دراسة يعني وكون فقهة. يا ثغرا تحلى بالعفاف فطاب رضاه. أنا أسترعي انتباه النساء المؤمنات الفتيات الخيرات المسلمات المواليات للزهراء أن ينتبهن لهذه العبارات ولهذه الكلمات، كذلك الرجال المؤمنين الشباب. يا ثغرا تحلى بالعفاف فطاب رضابه. الرضاب هو اللعاب الذي يخرج أثناء الكلام، مرة يصير على الشفاف مرة يصير على الشدقين، هذا رضاب. معناه أن المرأة العفيفة والإنسان بصورة عامة، الرجل أو والمرأة الكل العفيف الذي لا يفتح فمه إلا بالكلمة الطيبة ولا تنبس شفتاه بالرذيلة أو الكلام التافه، هذا الإنسان اللي بهالمستوى الله سبحانه وتعالى يطيب ريقه فيجعل به الشفاء ويجعل به الرائحة الطيبة. ولذا لما قالوا للنبي إن عين علي أرمد عين يوم خيبر، فدعاه ووضع من ريقه على عينه فشفاه. وقال علي عليه السلام: لما هاجرت خلف رسول الله إلى المدينة جئت مشيا من مكة إلى المدينة، لأن المشي وإن كان عندي فرس ومحمل لكن مركبة مشي مشي العائلة، لأنه أبلغ في المحافظة على العائلة وإدخال الطمأنينة والأمان عليها. يقول: تورمت قدماي فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وآله فشكوت له الألم، فأخذ من ريقه فمسح على قدماي، والله بعدها ما اشتكيت ألما في قدمي ولا بكل مفاصلي ببركات ريق رسول الله. هكذا الإنسان الخير. وتشوف بعض ناس يا أخوان يجون أسا بعض مؤمنين يتلقانوا ببطل ماي، السيد اقرأ لي عليه، أنا بقلبي أقول أنا وين، بس هذا راح الله يطيع على حسب عقيدته، أما أنا مو بهذا المستوى. واقعا أنا قرأت رواية أن زين العابدين عليه السلام لما يروح للحاج يتنكب الطريق ما يمشي بالجادة، قالوا له: ليش مولانا؟ اسمعوا يا سادة، اسمعوا يا مؤمنين، اسمعوا يا أخيار، اسمعوا يا أشراف، يا مؤمنات أيضا اسمعنا. يقول الإمام لما سألوه: مولانا ليش تتنكب الطريق؟ ليش أنت ما تمشي بالجادة؟ قال: أخاف أن يلتقي بأحد بأحد من الناس فيحترمني من أجل جدي رسول الله وأنا لا أسوى شيء. وهو زين العابدين علي بن الحسين يقول: هاي الوادم تحترمنا على حساب جدنا، على حساب رسول الله مو لذاتنا. وهكذا الاحترام للنبي مو لذاته، وإنما الغاية الله سبحانه وتعالى. منتبهين شباب للكلام؟ احنا نحب النبي ونحب علي وأولاده والزهرة وأولادها، بس مو لذاته، حتى يعلم المخالف احنا مو حزب ولا صنف ولا فكرة ولا امور اخرى، احنا ناس نريد نعبد الله ليرضى الله عنا. من هم عباده الذين ارتضى حتى نتبعهم؟ ونحن لا نلعن الا من لعنه الله في كتابه، ولا نترحم إلا
من رحمه الله في كتابه وكذلك الرسول. شباب احنا نحب اهل البيت مو لذاتهم وانما لله. النبي كان قاعد وصبي مثل هذا قاعد قدامه، هذا الولد الله يخليه قاعد قدامه، ما دام النبي يخطب هذا يتبسم فرحان. النبي سأله قال له بني أراك فرحا عندما أتكلم، قال فرحا بك يا رسول الله. قال له أنت تحبني؟ قال له نعم أحبك. هنا النبي صار يختبر هذا الطفل، يريد يعرف عقليته، هل هي عقلية طفل عواطف؟ لا، عند هذا يعني إلهام فطري، هي القضية فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. سأله قال له بني أتحبني أنت؟ قال نعم. قال أيهما أحب إليك، أنا أم أبوك؟ قال فداؤك أبي يا رسول الله، إن أبي أنت أحب إلي من أبي. قال أنا أم أمك؟ قال أمي وأبي فداء لك يا رسول، بأبي أنت وأمي. قال يا بني أيهما أحب إليك، أنا أم ربك؟ يا ولد تحب أكثر، أنا لو الله تحبه، أنا أم ربك؟ فقال يا رسول الله إن ربي أحب إلي منك، وما أحببتك إلا من أجل ربي. صرفي لله سبحانه وتعالى. احنا لما نعادي اعداء اهل البيت ولن عن يزيد واتباعه، ليش يعني؟ شنو السبب؟ لانهم خالفوا اوامر الله وادخلوا الحزن على قلب رسول الله وفجعوا فاطمة الزهراء. واقعا هكذا، وهكذا كل من يفجع انسان مؤمن فهذا ملعون على لسان الابد. فالمهم اخواني، هاي الناس احنا تحترمنا وبناك يعني شنو؟ احنا انا اخو واحد من الناس واقعا، وشنو ما اسوالي قشر بصل، يمكن قشر بصل واحد يستفيد به، لكن هذا كله ببركات الحسين سلام الله عليه. الناس تحترمنا للحسين، تحترمنا لأهل البيت مو لذواتنا. واكو ناس تا والله تاكل بهالدين، باسم الدين ياكل. قال امير المؤمنين، افقوا هالكلمه شباب يا مثقفون اسمعوا، قال امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام المستاكل بدينه ليس له حظ من دينه الا ما ياكله. ملتفت؟ هذا حظ من دينه، ده خلص أي ما له شيء من دينه إلا ما أكله، لأنه باسم الدين ده يأكل، هذا حظه. باشر يوم القيامة ما عنده شيء أبدا. يا أبا وين؟ قال انطيناك بدالة تدينك، كلت وخلص راح. قال إيه كلت وخلص راح. قلت لا والله أكو الشاب القلب تأثر. يا الله ليش هالمصايب؟ ليش هالبلوى؟ ليش هالمشاكل؟ ليش الخوف؟ ليش الدنيا مشحونة توتر؟ حقيقة ليش ماكو يا جماعة ما تتعارف؟ يا سبحان الله، وصارفت ما ادري شبه الدنيا هذه بعد، ما تعرف اللي إلك واللي مو إلك واللي كذا كذا من هالقبيل. مسكين زاير قبل كم يوم اجى هنا قبل يوم، هسه بعد ما اجى يمكن مسكين، هم الله ابتلاء وامتحن بهالقضية. سوري ولا مسكين من عمان قاعد وهذا على رسله، خلصت القراية طلع قال يا سيد جميع اخراجيتي وفليساتي اللي انا مخليهم امام منبر الحسين قاعد ويبوق لا اله الا الله، ايش هالجسارة؟ ايش هالاعتداء هذا؟ ها؟ وواحد آخر يقول بأثناء ما الناس يجتمعون ويسلمون عليك أكو ناس يستغلون هالقضية أو ما يحترمون. قلت له عمي أكو ناس ينشلون الجوب بشباك زينب، ها؟ وأكو ناس بشباك الرضا، وأكو ناس بالطواف حول البيت، وأكو في أم الحسين، وهكذا أكو ذولة. صار حبيبي اللي أكلوا لقمة الحرام وأوكلوا أولادهم فانحرفوا عن ولاية آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
إنما يأكلون في بطونهم نارا. على كل حال عزيزي، هذا كله تعليق على هالكلام. يا ثغرا تحلى بالعفاف فطاب رضابه، ويا عنقا تجمل بالمكرمات فذكى إهابه. لقد عبق خط وصلك بابنة عمران يا ابنة المصطفى، فتلك مريم ما فرشت الأرض إلا من نتف الزنابق، وأنت النفعة الزهراء ما نفذت الطيب إلا من مناهل الكوثر. فالخط خط الطهر والعفاف، والأرض لولا هذا الأثير يغمرها تاجا، والزمن لولا هذا العبير يرشفه يأسا. والله لولا ذكر الزهراء وذكر أولادها وذكر الحسين وهاي المآتم وهاي المجالس لتحولت الدنيا إلى مستنقع نتن. أي والله مستنقع نتن. لكن هاي العبق، هاي الريحة، هذا الطيب، هذا الإنسان يبعد ويرد، مو شكل يخرب ويعمر، وكله ببركات الحسين سلام الله عليه، ببركات الزهراء، ببركات أولاد الزهراء. هاي الحكومات الإسلامية القائمة هذه كلها ببركات محمد وآل محمد. أدلة كثير على كل حال. فعلى العموم يا أعزائي، فعلى أن ننتبه لهذا الموضوع. والأرض لولا هذا الأثير يغمرها تأجر، والزمن لولا هذا العبير يرشفه يا أسن. إلى أن يقول: لقد كانت النبوة طفلك البكر، داعبته بيد وحضنته بروح وضممته بشوق، فاشتعلت بين حناياك أشواق السماء. يا أم أعظم ريحانتين جسدا أشواق النبوة، يا أم أعظم ريحانتين جسد أشواق النبوة. أي فتى هو فتاك، يعني زوجك من هو؟ أي فتى هو فتاك؟ والله ما اندغمت في رحابه إلا كما يندغم النور في كأس شفيف. زهراء سلام الله عليها. وأنا أقرأ أكفرت كلمة للإمام الخميني رحمة الله عليه، قالها فيما يتعلق بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. قال هاي الكلمة الجوهرية العجيبة، حتى أن بعضهم كتب من المخالفين أنه الخميني هكذا ينزل الزهراء وبهذا المعنى ومن القبيل، لأن أكو بعضهم عتهم أن الزهراء ما أدري والله. خلها يا من يسائل دائما عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطأ فلربما كشف تجهيفا، ولربما استور بدا كالطبل من تحت القطيفة. إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة، لولا اعتداء رعية ألقى سياستها الخليفة، وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة. لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة، تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة. أنتم وين مجانين عقل ما عندكم؟ قال أبو حنيفة وقال مالك وقال فلان وقال فلان، ياهو ذول القول. قال محمد، قال علي، قالت فاطمة، قال الحسن، قال الحسين، قال الصادق، قال آل رسول الله. وخرت ذول وجبت ذول وحطيت ذول قبال ذول وها، وخلطت الأوراق وخبصت الوادم وسويت هالمصايب. إيه إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة، لولا اعتداء رعية ألقى سياستها الخليفة، وسيوف أعداء بها
علاماتنا أبدا نقيفة. لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة، وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السخيف. ولأي حال ألحدت بالليل فاطمة الشريفة أوه لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة. على كل حال الإمام رضوان الله عليه الخميني يقول جميع الأبعاد، بالله شوية واكبوا هالكلمات شوية بها عمق، هذه وأنا بدي أقرأها لكم وسمعوها، وبعد هالكلمات ما راح أقرأ شيء. أنا وعدتكم أن أقرأ جانب من خطبة الزهراء، أشوف الوقت ما يسوي، بس إن شاء الله ليلة باشر، ليلة الباشر طبعا الجمعة، ليلة السبت يعني يوم الجمعة بالليل يكون وفاة أم البنين، أم الوفاء أم العباس أقرب الحيدرية، ساعة بالتسعة وربع إن شاء الله، تسعة وثلث بالليل بعد الصلاة صلون هنا وتجون هناك حتى تسمعون قراية على أم البنين جزاكم الله خيرا. ويوم السبت الحصر طبعا ثلاثة أيام بالحيدرية، أقرأ ليلة السبت ليلة الأحد ليلة الاثنين، وأنا على أساس أسافر بس تعطلت على حساب أم البنين ومن أجل خاطر هالمؤمن هذا أو قربة إلى الله. ويوم السبت العصر إن شاء الله بالستة ونص في صحن العقيدة زينب سلام الله عليها، نلتقي بكم إن شاء الله هنا قبال زينب، ونريد نقرأ شوية على زينب جزاكم الله خيرا. هنا عاد سمعوا هالكلمات هذه فأقرأها وأسألكم الدعاء. يقول الإمام جميع الأبعاد الطيبة المتصورة للمرأة والإنسان قد تجلت في الزهراء فاطمة بنت محمد. يقول لم تكن الزهراء امرأة، لم تكن الزهراء امرأة عادية، هي الزهراء هي امرأة نعم روحانية، حقيقة هكذا هي امرأة روحانية فاطمة عظيمة، بس بلا تعليق اذكر لك يم كلمة امرأة روحانية، تذكر أسماء بنت عميس وعائشة أيضا تنقل تقول أنا كنت عند الزهراء يوم ولدت الحسن 15 شهر رمضان، ولدته قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر يعني على أبواب صلاة الظهر ولدت الحسن. تقول لما فرغنا من أمر الوليد أذن المؤذن رأيت فاطمة قامت توضأت وصلت صلاة الظهر. مفهوم الكلام؟ تعرفون شنو المعنى؟ طبعا مفهوم الطهرة الطاهرة الزكية المطهرة، وأكو ناس يستبعدون هذا ويستكثرون على بنت رسول الله وهي الطاهرة المطهرة سلام الله عليها. وكذلك في ولادة الحسين قالت أسماء قلت يا رسول الله والله إن الأمر العجيب إن فاطمة توضت وصلت يعني ما موضوع نفاس من القبيل، فابتسم قال إنها حوراء أنسية طاهرة مطهرة. بالله شوية وياي اسمعوا، فهي امرأة روحانية، هي امرأة ملكوتية، هي امرأة روحانية، هي امرأة ملكوتية، وإنها موجود ملكوتي، هالكلمة هنا وإنها موجود ملكوتي ظهر في العالم على صورة إنسان، ظهر في العالم على صورة إنسان
وهذه الخصوصية، اسمعوا، وهذه الخصوصية اللي في الزهرة تشمل من هو كفؤ لها وهو أمير المؤمنين علي أبو الحسن. شباب إذا أنتم مماكبيني ومنتبهين للكلام، شنو الخصوصية هاي؟ ها؟ إذا مماكبين ومنتبهين شنو الخصوصية؟ وهي أنها موجود ملكوتي ظهر في العالم على صورة إنسان، وكذلك علي موجود ملكوتي ظهر في العالم على صورة إنسان. بعضهم يقول لك عجيب ذولا يألهون من هالقبيل، لا بو يموت إليه. هذا التكريم وتعظيم من الله لهذه الشريحة الطيبة الطاهرة، الله فوضهم كرمهم جعلهم خزان. الإمام الصادق يقول في الأصل كنا نجوما يستضاء بنا وللبرية نحن اليوم برهان، ونحن البحور التي فيها لغائصكم در ثمين وياقوت ومرجان، مساكننا القد والفردوس القدس وكذا مساكننا أو نسكنها، نعم، ونحن لنا الجنات. على كل حال سموبا لهالأبيات فالكلمات للإمام الصادق، هم خزان هذا الكون، الله جعلهم خزنة موظفين عنده، نعم، عباد لله مكرمين. احنا مو نألقهم ونعظمهم ونقول هم يحيون وهم يموتون وهم يطون وهم يرزقون وهم كذا، بل هم وسيلة إلى الله. من توجه بهم إلى الله رد من الله بقضاء حوائجه ببركات محمد وآل محمد. فعلى أي حال أيها الأخوة، يقول ففاطمة الزهراء ليس لها كفؤ إلا علي، لأنه من يعني من سنخها من طينتها من جوهرها من نورها هو الكفؤ الكريم لها. أنا عندي أبيات أقولها في هذا الشأن، أقول يا بنت خير الكون بل والمرسلي، يا أم أسرار الكتاب المنزلي، يا من حباك الله منه مكانة تسمو بك فوق السماك الأعزلي، يا من فلا كفؤ يا من فلا كفؤ يليق بها لو لم يكن في هذه الدنيا علي. ففاطمة الزهراء على حد تعبير الإمام يقول ملكوت موجود ملكوتي ظهر في العالم على صورة إنسان. وهل فيها الخصوصية هذه؟ هذه تشمل، نعم، من هو كفؤ لها وهو أمير المؤمنين أبو الحسن علي. الله في القرآن هنا يقول، وهذا قوله، انتبهوا هنا، وقوله تعالى يا أهل يثرب لا مقام لكم، آية يا أهل يثرب لا مقام لكم، يقول وكأنه خطاب لأهل البيت عليهم السلام، حيث أن يثرب وهي المدينة قبل أن يدخل فيها الرسول ليست هي محل لهذه الأنوار، معلوم؟ ما كانت محل لهذه الأنوار، شو المدينة؟ صلى الله. فهنا الله بالقرآن يقولهم يا أهل يثرب، يعني يا أهل البيت، هذا مو مكانكم، هذا مو محلكم، أنتم من محل أعلى ومن محل أعظم ومن ومن إلى آخره. شنو المعنى؟ حيث نقرأ في زيارة الجامعة، نعم، هاي زيارة الجامعة،
خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه ملتفت حبيبي ترى كلامه وايا عظيم هذا ساري شلون إن شاء الله واصل لك المعلومة فجعلكم بعرشه محدقين حتى من الله علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فهم أول من خلق الله وهم أول نور أول نور اشتق وانبثق وتجلى من نور السماوات والأرض وهو أشد وأحسن صلوا عليه هذه عبارة عالم رباني من أهل السلوك يفيض في رحاب الله ويتكلم عن هذا المعنى ونحن نأخذ هذا من علمائنا الذين هم استقوا هذا المنهل النمير من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ففاطمة الزهراء سلام الله عليها شأنها عظيم وعظيم وعظيم النبي صلى الله عليه وآله ليلة زفافها إلى علي ليلة زفافها يقدم لها البغلة النبي يقدم البغلة ويركب فاطمة الزهراء شلون ركبها أثنى ركبته لقدمها وركبة الله ما أقدر ما أشحش ما أدري ها شلون صعدت الدرج يعني ركبة النبي ومتن النبي صار ودرج للزهراء تصعد لك خلق تسمع هالحكي يا ابويا واذا ما لك خلق رحم الله والديك روح اطلب من الله يعافيك ويشافيك اطلب من الله شو عم الامراض اشكال هي اكو مرض بالبدن واكو مرض بالروح بالعقيده اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا نؤمن هذا اي نعم على كل حال يا عزيزي ركبها على البغلة وراح ما ادري شو يجيب النبي راح فت حاجة رجع شاف حد حرمة راكبة وياها حرمة راكبة وياها النبي قال من هاي الراكبة من أنت أيتها الراكبة هذا المركب قالت سيدي أنا أسمع أسمع مرحبا ولماذا أنت ركبت قالت تنفيذا لوصية خديجة لأن خديجة ساعة وفاتها شنو قاعدة يما والزهراء صغيرة كانت طفلة فبكت قلت سيدتي لماذا تبكي قالت أبكي على ابنتي هذا من يكون لها ومن تكون لها أم في ساعة حاجتها إلى الأم عاد تقول انطيتها وعد انا قلت لها اذا ابقاني الله فانني اقوم بخدمتها واحضر زفافها واركب معها يقول لما سمع النبي بكى وكان يحب خديجة قال احسنت وجزيت خيرا وفعلا صار الزفاف الى بيت علي شوف عاد ياهي العروس فاطمة الزهراء وين رايح البيت علي بيت علي وين شنو يعني ايش بيه من قاعات وصالات قصور شنو وضعه وين حجرة يقول الامام علي او كل اثاثها سرير مزمل واواني خزف وفراشنا نطع ومخدة ليف يقولوا خشبة حطيت على البيئة حبل ربطتها حتى نخلي ملابسنا أنا وفاط يقولوا فرشت الدار رمل وقبل الزواج بليلة جبت النبي يشوف الدار يشوف بيت بنته يشوف الآثاث يشوف الفراش الجايبين يقول أنا عندي صديق مكاري طلبت منه يجيب لنا رمل يخلي على كل يقول طب النبي يقول بس أنا مستحي خجلان يقول لما دخل أشوف النبي برك على الأرض وأخذ التراب وقام يشمه ويقول علي والله هذا التراب طيب هو يا طيب هذا التراب يا أبا الحسن
هذا صديقك اللي جاب لك هذا الرمل وهو يناصح خوش آدمي يقدر يجيب مثله إلى بيتنا؟ عجيب غريب. يقولوا طب النبي وشاف الآثار، يقول شاف الخشبتين والحبل اللي متصل منها الخشبة للخشبة، قال شنو هذه؟ قلت له هاي مشجب، يعني نخلي ملابسنا حبل أنا وفاطمة. قال مبارك إن شاء الله. التفت لي قال لي علي، قلت لي، قال تدري كل ذرة من هذا التراب اللي ببيتك يسوى كل تراب الدنيا. الله حجما هذا تراب منه يسحقرا؟ علي أمير المؤمنين وسحق رسول الله، والزهرة راح هنا تجي والزهرة نايمة وجبرائيل يطحن بدالها. ها لك خلق يا ابوي تسمع الحكي يا عمي. والملائكة، والدليل على ذلك قول النبي لما يوقف يسلم يقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. كلمة عبارة أنا بعد هناك ما ذكرتها للإمام لما تكلم أو قال يا أهل يثرب لا مقام لكم، كأنه يخاطب أهل البيت، بمعنى أن يثرب هاي ما كانت محل لها الأنوار، وإنما لما دخلها النبو قعده يقول ومن هنا فإن بيت فاطمة هو سقفه عرش الرحمن. ومن هنا فإن سقف بيت فاطمة عرش الرحمن. هذا يجي جبرائيل منك من العرش وين؟ بيت فاطمة. سلام الله يا زهر. هذه أم الحسن والحسن سيدتنا البضع المظلومة. على كل يقول هنا بعد ما جابها النبي ودخلها للدار والتفت للناس اللي حضروا الزفاف وشكرهم النبي وقال لهم يلا في أمان الله، فما ظل بالدار إلا النبي وعلي وفاطمة. عاد جرى العقد، قال له الله عقد في السماء بس هنا أجر العقد. هاي الصورة يا علي إني زوجتك سيدا، أو قال لابنته يا فاطمة إني زوجتك سيدا في الدنيا وفي الآخرة. التفت إلى فاطمة قال بني إني زوجتك سيدا في الدنيا وفي الآخرة، ثم أخذ ماء وبز على صدر ابنته، وأخذ ماء بز على صدر علي، قال اللهم بارك في ذريتهما واجعلها شجرة وذرية مباركة. بعد ايش قال النبي؟ وبارك بمن والاهم. الله، وبارك بمن والاهم. اللهم اجعلنا من أوليائه. وتمسك يا حبيبي انت اللي من اولياء الزهراء، اولياء اولادها الطاهرين. على كل حال بعدين النبي قاد بنته بايده يريد يعلمنا النبي شلون نعم نواصل الارحام والاهل وشلون نسهل امور الزواج وشلون. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بيد فاطمه ويدخلها في حجرتها، يقعدها على سريرها، يقول لها ابويا مبارك هذا السرير، مبارك هذا الفراش، فاطمة أبشرك إن الله خاطبني من أول مرة، إنا أعطيناك الكوثر وأنت الكوثر يا فاطمة، وأولادك هم الكوثر يا فاطمة. وهذا بمعنى وشرح. على كل حال خلى فاطمة وراح العلي، جابه بإيده دخل زفه هو بإيده حتى وصل للباب. الإمام مد رجله اليمنى يريد يدخل ورجله اليسرى بعته بالخارج، لحظة حاسمة لزم إيد النبي، قال له علي؟ قال له نعم. قال له قف. قال تفضل يا رسول الله. قال له كلمة واحدة عنده وياك. قال قل. قال هذه فاطمة وديعة عنده. الكلمة هذه فاطمة وديعة عنده، واعلم أنه يحزنني
ربي أن يحافظ على هاي الوديعة. بس إنان زهرة، بس إنان الإمام علي لما رجع هاي الوديعة للنبي وهي بذاك الحال، ضلعها مكسور، صدرها مضروب بالمسمار، جنينها ساقط، حقها مقتصر، كذا كذا، شنو عذر من النبي؟ هالشكل قال له: يا رسول الله، قد استرجعت الوديعة وردت الرهينة، فأعفها السؤال واستخبرها الحال. يا رسول الله، واستخبرها الحال، ستخبرك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها. وهذا الكلام أبلغ مما قال وقيل، وذكر فلان وحدث فلان، وهي ثبتها وذاك نفاها، وقال كذا كذا، وابن ماجه ومسلم والبخاري. هذا كلام علي بن أبي طالب مصدر. فأحفها السؤال واستخبرها الحال، ستخبرك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها، أما أنا حزني فسرمت. قال له: أنا بعد ما عندي فرح يا رسول الله، أما أنا حزني فسرمت، وأما ليلي فمسهد. عاد هنا النبي كان يسأل فاطمة: مو يا فاطمة، من فعل هذا؟ من صنع هذا؟ كيف حالك؟ يشوف مخلي ايده على عينه ويد على ضلعها. الله، عادي هي هنا تقول له: بس ها كلكم وياي، اريد تخلون زينب الليلة تبكي على امها، ابونتكم، وحتى ان شاء الله تحصون على الاجر والثواب. انا لما اقول لكم ونوم واريد تساعدوني، لا تونون بكيفكم، انا اونو بصوتي وعلى سيدي سيدة الزهرة، بس اريد لكم الخير. اي والله، واسأل من الله تعالى ان يحفظكم ويبارك بحياتكم. وهذا مجلس ختام وداع، ونسأل من الله ان يكتب لنا العودة ان شاء الله، ونطلب محضر اخر وين؟ بصحن الحسين ان شاء الله، وبصحن ابو فاضل هناك، او نقرأ بهالابيات. هذه الزهراء تقول لابوها، تقول له: يا ولينا يا ولينا، من غاب شخصك يا فينا. انا وراه طلعت ولها وحزينة، ابويا وراه طلعت ولها وحزينة.
على الحسين عمي عمي عيونها جرت ولا تنهى تعرف منين أو تدرب كل مصايب نتراها الكون وهثنين لو ما كسر ذاك الظلع ما رضى وحسين مثل ما جرى مصاب يا ابن العصر وللسدر صاب هو الرفع راسك فوق الاحراب او سوى بدماك الشيبك خضار يا ابن الدفعن بردة الباب هو الرضيعك بالسفن صاب تقل لي يا ابني يا ابني يا ابو علي جزاكم الله خير. استريح حجي استريح عم استريح خلنا ندعو شوية دعاء. جزاكم الله خير. استريح عم جل شباب. أرجوكم جل شباب. لا حد يجي يسلم عليك. لا سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجيب المضطر إذا دعاه. ما يجيب المضطر إذا دعاه. ويكشف السوء. ما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله اللهم شاهد
في كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم اطلق كل سجين، اللهم انصر الدين وأهل الدين، واخذل الكفر والكافرين، وأعز الإسلام والمسلمين. إخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين، اللهم وفقهم جميعا. إخواني باشر ساعة بالـ11 موعدنا وياكم في مكتب السيد الخامنئي إن شاء الله. نقرأ يا ناكر، رحم الله والديك.